طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. السبب ايه؟ في اسبوع المتر متاجل اسبوع، ف هيبقى كده قدامنا بالظبط الاسبوع ده واسبوعين كمان. الاسبوع اللي جاي هيبقى مسائل على السبير دي، والاسبوع اللي بعده ان شاء الله هيبقى بيجي ده اكيد، يعني هيبقى لاند فريكشن دي والمتر، فهيبقى سؤال لاند فريكشن وسؤال فورس اناليسيس للسبير والهيليكال ده اكيد، أو ممكن السبير بس يعني هو الدكتور هو اللي بيجيب السبير غير كلماني. والسؤال الثالث هيبقى الديزاين، ثلاث أسئلة ساعة ونص، تمام؟ امتحان طويل. بس دايما الدكتور ايه؟ فرصة يعني. بص السنة اللي فاتت اللي حصل احنا حساسا في السجاشن ما امتحناش نشرح لك، الدكتور جابه برضه، هو ما كانش يعرف، هو كان مفكر ان احنا شرحنا والناس ما ذاكرتوش ودخلوا حاجه بس مش عارف في الاخر حط درجه قليله على طول، فهو اكيد هيجي. انا السنه دي احنا شرحناها اكيد، وبرده ممكن تقول غير ان شاء الله، والله مش مفهوش صعوبه يعني، هو سهل. النهارده ان شاء الله يا شباب عايزين نعمل للسبير جيت ديزاين، عايزين نعمل له ديزاين تصميم. هو ايه اللي يفرق معانا في ديزاين السبير جيت؟ انت دلوقتي عايز تعمل ديزاين للسبير جيت، ايه الحاجه اللي ممكن تفرق معاك؟ ويتس بتاع ايه بالظبط؟ عدد الاسنان بتاعت الجيت. فاحنا دايما هنا بنتكلم او اللي يفرق معانا او السنه بتاعت الجيت، تمام؟ عشان تعمل ديزاين مش لازم تشوف الاحمال اللي بتكون موجوده على السنه في السبير جيت. ايه هي اشكال الاحمال اللي موجوده على السنه في السبير جيت؟ لو انت عندك سنه بالمنظر ده، ده شكل السن. قلنا ايه اللودز اللي ممكن تكون عليها، ايه الفورسز اللي ممكن تاثر على السن اللي موجوده عندك؟ قلنا حاجتين في المكان ده، في فورس في اتجاه الراديال اف ار، وفورس ثانيه في اتجاه التانجنشال اللي هي اف تي، تمام؟ لو انت مثلا خدت ان شكل السنه كانها هي المنظر ده، الاف ار بتعمل عليه ايه وهي متصله بالجيب من تحت؟ بتعمل ايه الاف ار؟ بتاثر عليها في اتجاه الراديال. الاتجاه ده بيعمل ايه في السنه نفسها؟ بيعمل ايه؟ شايفين ايه الفورس دي بتعمل ايه؟ كومبريشن صح. طب هل السنه بالطول الصغير والارتفاع الصغير ده هيفرق معاك كومبريشن؟ سيكنس تقريبا يعني قد الارتفاع، ما بيفرقش معانا الكومبريشن، تمام؟ طب ايه اللي يفرق معانا؟ التانجنشال فورس. بتعمل ايه التانجنشال فورس في السنه؟ بند صح. وعشان كده اول حاجه بنعمل عليها ديزاين للسبيك جيت هو البندنج، هو البندنج ستريس، تمام؟ وده الاهم. تاني حاجه ايه برضو ممكن الحاجات اللي تفرق معانا قوي وانت بتعمل الديزاين للسبير جيت او لسنه الجيت؟ التورك او زمان. مش احنا قاعدين بنقول ان انت بيكون عندك فينيو بيعمل ايه مع الجير؟ بيبقى في مش ما بينهم، وعشان ينقل الفورس ما بين ده لده ايه اللي بيحصل ما بين السنتين؟ كونتاكت. والنتيجه ان في كونتاكت اكيد ايه اللي هيظهر عندك؟ كونتاكت ستريس. بيعمل ايه الكونتاكت ستريس ده؟ الويه يبدا يعمل تاكل، يا اما في سنه الجيل يا اما في سنه الليل على حسب، تمام؟ يا اما سنه البينيوم يا اما سنه الجيل، واحده فيهم هيحصل فيها تاكل. انهي واحده هتفرق معانا؟ ايوه هتفرق، عشان تعرف انت بتصمم على ايه. لو الاثنين نفس الماتيريال، لو الاثنين نفس الماتيريال هنعرف هنعمل ازاي معاه. طب لو الماتيريال مختلفه،
الف هنعمل ديزاين عليه. نأجل الكلام ده شوية نبدأ بس نعرف. احنا قلنا اولا هيبقى عندك فيه بيندنج ستريس واللي هيسببه التانجنشال فورس اللي عندك. فانت هيحصل عندك على السنة فيه بيندنج ستريس والمسبب ليه وهو الاف تي. تمام لحد دلوقتي؟ عايزين نعرف احنا او بشكل المعادلة اللي احنا بنعمل عليها ديزاين على البيندنج ستريس بالنسبة للسنة الجديدة الموجودة عندنا. طبعا في اكواد كتيرة جدا احنا معاكم هنا في الكورس ده شغالين بالكود اللي هو بتاع الاجمة كود وبنستخدم المعادلات بتاعته في عمل الديزاين للجينز. تمام؟ كل اللي احنا عايزينك تعرفه شكل المعادلات دي تبدأ تعرف فيها ازاي تبدأ تجيب الحاجات اللي موجودة او الترمات اللي جوه المعادلات دي ازاي من داخل التابلز اللي موجودة عندنا. تمام؟ وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هناخد مسألتين او مسألة على الاتنين مع بعض. بدايه كده معادله الديزاين بتاعتك العاديه هي عباره ايه عن ايه؟ فرصه على ايريس تكريم الكلام القديم الاس ال على فاكتور اوف سيفتي دي الماكسيمم ستريس. فين هنا الكلام ده؟ اولا احنا بنتكلم المعادله الاولى دي هي عباره عن الماكسيمم ستريس او البيندنج ستريس بتاعنا اللي هو السجن. والمعادله الثانيه دي هي عباره زمان عن الاس سي ال بيتقال عليه هنا الالاول ستريس او الانديورنس سترينث. تمام؟ يا اما الالاول ستريس يا اما الانديورنس سترينث. الالاول سترينث ده او الانديورنس سترينث على البيندنج ستريس بيجي الفاكتور سيفتي اللي احنا عايزين نحسبه. مش كده لحد دلوقتي؟ نفس الكلام بالنسبه للكونتاكت او الوير ده بيتقال عليه الوير وتقال عليه السيرفيس ديورابيليتي. اي اسم من دول هو عباره عن الكونتاكت ستريس عباره عن الكونتاكت ستريس. ده برضو عباره عن ستريس بنجيبه الماكسيمم ستريس اللي موجود عندك وعندك سترينث الانديورنس سترينث بنقسم الانديورنس سترينث على الستريس يدينا برضو الفاكتور اوف سيفتي. اس اف هو الفاكتور اوف سيفتي في حاله strength اس اتش هو الفاكتور اوف سيفتي في حاله الويف. تمام لحد دلوقتي؟ كل اللي احنا عايزين نوصل له في الاخر في اشكال المسائل يطلب منك مثلا الفاكتور اوف سيفتي فعايزين نجيب الفاكتور اوف سيفتي. طب هل هو ده الشكل الوحيد لانواع المسائل اللي ممكن تجي لك؟ لا. طب ايه اللي ممكن يجي لك تاني؟ هنتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل المره اللي جايه بس خدها مبدئيا ممكن يطلب منك الباور اللي بينقلها داخل ده بناء على الفاكتور اوف سيفتي اللي هو عطوه لك او اللي يقدر ينقلها البينيوم للجير بناء على الفاكتور اوف سيفتي اللي هو عطوه لك. ممكن برضو يطلب منك الدايمنشن اللي هي عباره عن ايه؟ الفيس ويدث. الفيس ويدث تمام؟ المديول لا هنعرف المديول بنتعامل معاه ازاي ان شاء الله برضو الاسبوع اللي جاي. اللي احنا عايزين نعرفه النهارده ازاي نحسب الاستريس والاستريس في كل حاله من دول سواء انت بتصمم على البندنج سواء انت بتصمم على الكونتاكت ستريس. تمام؟ بداية كده هنمسك كل ترم من دول وهنفصله. أول حاجة وهو الـ WT. الـ WT اللي احنا كنا بنقول عليها من شوية هي الـ Tangential Force. تتكلم على الـ Tangential Force طبعاً بالنيوتن. في الـ Force Analysis كنا بنقول عليها ايه؟ FT. هنا بنقول عليها W. تمام؟ هناك احنا كنا بنصمم بناء عليه على الأزمة. هنا بنصمم عليه على الأجمة. خلاص يبقى تنقل كده عشان ما تجيش بعد كده تروح تحط ال WT وانت بتصمم على الأزمة هقول لك ايه WT ده؟ هتدخل عشان تدور على WT مش هتلاقي. فين التانجنشال فورس هنا؟ هناك اسمها FT. تمام لحد دلوقتي؟ نيجي هنا عندنا أول ترم قلنا هو WT. ممكن تجيبه منين؟ او هو بيديلك الشكل عامل ازاي في المساله؟ يا اما هو يقول لك انت الدبليو تي عندك في المساله او التانجنشال فورس عباره عن كذا نيوتن. تمام؟ يا اما انت اساسا عامل فورس اناليسيس قبل كده وعارف ان الدبليو تي عباره عن قد ايه ما بين البنيون وما بين الجير. تعرف تجيبها صح؟ وعرفنا الكلام ده قبل كده. يا اما برضو يكون اعطيك هنا باور من غير انت ما تعمل فورس اناليسيس اللي تتنقل ما بين الاثنين بكذا وات. او
كذا كيلو وات تضرب في قلب. وانت عايز تجيب الدبليو تي هي عباره عن ايه؟ الباور عباره عن ايه؟ دبليو تي برضو في البنش لاين فيلوست صح؟ اللي هي لازم تحسبها بالمتر على الثانيه، واللي احنا قلنا عليها ايه قبل كده؟ الباي دي ان على 1000، لان دايما البي ده هو عباره عن اللي هو ان في المديول، والمديول الترانسفيرس اللي هو بالمليمتر دايما، والان لو اديها لك بالار بي ام يبقى تقسم على 6. تجيب من هنا الدبليو تي في مشكله في الدبليو تي تعرف تجيبها. طب هو لو اداك مثلا فاكتور اوف سيفتي تعرف ترجع تجيب الباور، هجيب الدبليو تي ونرجع نجيب الباور تاني بعكس الكلام ده. بالنسبه لاول ترم. بعد كده بالنسبه للاريا بتاعتنا، اول حاجه فيها عباره عن الفيس ويتس البي. الفيس ويتس وعندك مضروب في المديول ترانسفيرس، وطبعا انت في السبير جير عندك ترانسفيرس وعندك نورمال. تعرفوا برضو ان هو ترانسفيرس لان هنستخدم المعادلات برضو دي بعد كده للهيليكال جير، فده عباره عن ترانسفيرس. مفيش ترانسفيرس، هو انت عندك مديول هو المفروض اسمه ترانسفيرس برضه في السبير يعني، بس هو السبير ما فيهوش نورمال تمام، هو مديول واحد بس. انا قلت لك اعرفه دلوقتي عشان لما نيجي نتكلم بعد كده عن الهيليكال يبقى هو ده على طول خلاص المديول ترانسفيرس تمام. نيجي بقى للكونستر اللي انت لازم تكون عارفها واحد واحد في دول. اول واحد وهو الكينو، الكيلوب ده هو عبارة عن الأوفر لود فاكتور. أول واحد فيهم أو أول ترم هو الكيلوب الأوفر لود فاكتور. من اسمه كده أنت عايز تحسبه أكيد ليه علاقة بإيه؟ يعني إيه أوفر لود فاكتور؟ يعني لو الحمل اللي عندك حصل فيه تغيير زيادة عن اللود المعتاد بتاعه زيادة عنه، ده بيبقى جاي من ايه؟ شوف اللي ممكن يحصل في الاسمبل اللي عندك، هو الشوك ده ممكن يجي منين؟ يجي من الموتور ولا يجي من الجير بوكس نفسه؟ من الاثنين. ممكن الموتور يعمل لك شوك اول ما يشتغل او لما يجي يقفل، او ممكن الاسمبل نفسه يحصل فيه مشكلة فيعمل شوك اثناء التشغيل. فبيجي من الاثنين. اول تيبل موجود عندك هتفتحه، الناس اللي معاك تيبلز انت منزل لكم ال بص بقى بالنسبه للتيبلز هنتعامل على القديمه بالغلطات بتاعتك. المفروض الله اعلم ايه اللي حصل ان الغلطات دي تكون اتصلحت، ده المفروض ان ما كانش ظهر غلطات جديده، فاحنا هنتعامل على الغلطات القديمه ونصلحها بحيث لو هي ما صلحتش في الغلطات الجديدة يبقى انت تصلحها تمام. لو في اي مشكلة ظهرت في الجديد برضه هنبقى نتكلم فيها لما نشوف الدنيا. التيبلز لسه طبعا الاسبوع اللي جاي او الاسبوع ده وهتاخدوه الاسبوع اللي جاي. قول كل سنة بتتعدل يا دكتور القومي هيعدلها خالص، ما هو كان قايل بس هو دكتور القومي اعتقد انه ما لحقش كده كده الجداول خلاص راحت من بعض. المفروض ان انا اروح له يكتب لي التعديلات في ورقه وانا عامل لسه كده اهو. لا ما هو هيديها لي، لا ما هو الدكتور القومي خلاص يعني الجواب راح، ما هو هيتبع نص ثانيه ورقه تاني منفصل عن الكتاب. طب انت هتدخل الامتحان بايه؟ بالورقه هتحل من انهي فيهم؟ هو بص هو كده كده هدخل الامتحان بالكتاب مش هنسبح يعني، ما فيش حد بيسمع تدخل الامتحان حتى لو الموضوع عندك من تيرم فاينل دكتور كومي هنشوف برضه لسه يعني هنتكلم فيها لسه الموضوع دكتور كومي هيقعد مع دكتور كومي هنشوف.
فافتح كده اول تيبل موجود عندك. اعتقد يعني في الورقه اللي معاكم موجود في صفحه يعني الورقه اللي معاكم متقسم ثلاث تقسيمات بالنسبه للجيرز. في الاول بدايه الكتاب الجيرز الايكويشنز، بتبدا بالايكويشنز بعد كده بتدخل على التيبلز بعد كده بتدخل على الفيجرز او جرافس. ثلاث اجزاء تمام. هتدخل على الجزء الثاني اول تيبل فيه هتلاقيه مكتوب الاوفرلود فاكتور الكينوت. الكينوت وصلتوا له ولا لا؟ ده ليه علاقه بحاجتين، يا اما هتلاقي في الاول الباور سورس اللي هو المفروض الموتور اللي بيدخل حركه تمام، شكل الحركه بتاعته هل هي يونيفورم، هل هو بيتحرك يونيفورم ولا ممكن يحصل فيه لايت شوك ولا ممكن يحصل فيه ميديم شوك. نفس الكلام للهوريزونتال ده هتلاقي برضو ده بس بالنسبه للدريفن ماشين الاسامبلي نفسه الجير بوكس نفسه هل برضو ده يونيفورم ولا مودريت ولا هيفي تمام. فعندك كل حاله في دول. هو بيجي في المساله يقول لك انت عندك البار سورس شغال يونيفورم تمام والاسامبلي بتاعك برضو وليكن شغال بمودريت شوك، فبتروح تاخد يونيفورم من عند البار سورس والمودريت شوك فبتطلع الكينوت بكام؟ واحد وربع. واحد وربع صح، واحد وربع تمام. مش في مشكله لحد دلوقتي؟ ده بالنسبه للكينوت تمام بيتحسب مره واحده. طبعا احنا الكلام ده هنطبقه على الجير ولا على البليون؟ على الاثنين حتى الان حد بنقول حالات ان شاء الله السكشن اللي جاي. فانت بتعمل ديزاين على الاثنين، مره على البنيون ومره على الجير تمام. وهنقول واحنا دلوقتي شغالين ايه اللي ممكن يتغير بنيون من جير في الكروستان دي تمام. في الاخر هتحسب الاس اف والاس اتش مرتين، طب هتاخد انهي واحد؟ الكلام القديم بتاع الماتيريال لو انت طلعت اكتر من فاكتور اوف سيفتي هنتعامل مع انهي واحد الاقل تمام. فهتطلع من هنا اثنين، واحد للبنيون واحد للجير، وهتطلع من هنا اثنين، واحد للبنيون واحد للجير، وهتاخد انهي واحد فيهم الاقل في الاربعه تمام. بدايه كده الدبليو دي طبعا دي مش هتختلف بالنسبه للبي برضو ده الجيومتري مش هتختلف بالنسبه للجير والبنيون. هل الفيس ويتس ممكن يختلف؟ هل الدبليو تي ما بين الاثنين ممكن تختلف؟ مش هتختلف. ونفس الكلام للمديون. الكينوت الاوفرلود فاكتور برضو مش هيختلف، الاثنين واحد، الاثنين عليهم نفس السورس والاثنين موجودين في نفس الاسم، فالكينوت برضو ثابت. تاني واحد بعد كده او تاني كونستنت هو الكي في داش، بنقول عليه الفيلوستي فاكتور او الدايناميك فاكتور. فيلوستي فاكتور او الدايناميك فاكتور علاقته بايه من اسمه كده؟ ايه اللي ممكن يكون داخل فيه؟ السرعة. مش هل لو السرعة بتاعتك اتغيرت هتأثر على الجير بتاعك او السنة دي تستحمل فرصة اكتر ولا اقل؟ مش هتلعب برضه هتبقى ليها جزء بتلعب فيه داخل الفاكتور اوف سيفتي اللي انت بتحسبه؟ لو السرعة مثلا كانت 10 ار بي ام او نتكلم مثلا على بيتش لاين فيلوستي نقول مثلا 50 متر بير سكند، هل هيستحمل نفس الاستريسز لو الفيلوستي اللي موجودة عندك دي زادت ل 100؟ ها؟ او الان وصلت ل 500 ار بي ام، هل نفس الاستريس هيفضل يستحملها ولا هتتغير؟ عشان كده دخل معانا الفاكتور اللي هو كي في داش تمام. ده برضو داخل فيه حساب الفلوستي. هتفتح الايكويشن هترجع للايكويشن الموجوده في الاول مفروض عندك 200 صفر اللي هي 1 2 عندك 1 2 هتلاقي فيها كي في داش اللي هو الفلوستي او الدايناميك فاكتور. هتلاقي اربع معادلات كلهم فانكشن في الفي تمام. تاني صفحه في الايكويشن شالوا ماشي عندكم ثلاثه حتى ثلاثه هم السنه فاتت اربعه ثلاثه الله اعلم في جديد هيبقوا كام. طب نركز. طيب طب قبل بس ما نتكلم عن كيفي الكينوت بس لو مش جيفن بتاخد يونيفورم للاثنين. اسامبشن اليونيفورم هنا واليونيفورم هنا. خلي بالك الاسامبشن ده ما ينفعش تغيره. تمام؟ قلت لك لو مش جيفن يبقى لازم الاسامبشن ده تمشي عليه. لو ما قالكش هو شغال في حاله ايه في الباور سورس وحاله ايه في الجيومتري او الاسمبلي يبقى تفرض ان ده يونيفورم ويونيفورم.
هنيجي بعد كده للكي في داش الفلوستي فاكتور. داخل فيه حساب الفلوستي. خلي بالك الفلوست اللي انت بتحسبها دي بالمتر بير سنة. مش بالمتر. الفلوست اللي داخلة اكتب عليها كده في الجنب متر متر بير سنة. ماشي. خلي بالك ان ليه ظهر عندك ثلاث معادلات؟ وهل تأثير الفلوستي؟ هل لو انت عندك كبير او السنة اللي بالمنظر ده؟ لو السنة شكلها تغير مثلا بقت بالمنظر ده او حصل تغيير بالمنظر ده حصل فيها هم هل نفس توزيع الستريس او نفس تأثير الفورس الفلوستي متوزعة على طول السنة او حتى على الفيس ويتس هيبقى هو هو نفسه ولا هتختلف؟ هتختلف عشان كده ظهر على حسب شكل السنة او على حسب البروفايل بتاعها ليك عندك معادلة بتستخدم فيها او بتجيب منها الديناميك تمام؟ ثلاثة بقى او اربعة مش هتفرق. عندك اول واحد فيهم واهمهم هو القط او الميلد بروفايل. وده اللي تقريبا الشكل الشائع لمعظم الاسنان اللي موجودة. عشان كده لو ما قبلكش برضو بتختار القط او الميلد بروفايل. ده الاسامبشن بتاعك لو هو ما قالش شكل السن عامل ازاي. بالنسبة للفلوستي فاكتور. اللي هي 6.1 بلس في على 6.1. تمام. بعد كده هندخل على الكي اس السايز فاكتور. مين اسمه كده برضو؟ ايه علاقته؟ السايز فاكتور ده ايه اللي ممكن يأثر فيه؟ هو عبارة عن تأثير ايه على الستريس اللي موجود عندك؟ الحجم. يبقى اكيد داخل فيه ايه؟ حجم السنة نفسها. عشان كده هتدخل على برضو نفس الصفحه دي بس قبلها فوق هتلاقي قبلها فوق في الكي اس اللي هو السايز فاكتور تمام ليه ايكويشن اللي هي 9 من 10 مضروب في البي في الام تي في السكوير روت لواي جي صح شيل الجي دي شالت ماشي على العموم لو موجوده في الجديد برضو شالها لو موجوده في التيبلز الجديده شالها تمام كل ده مرفوع لرقم فوق خلي بالك ان الفيس ويتس هنا بتعوض بالمليمتر والمديول بتعوض بالمليمتر تمام لاحظ ان لازم الكي اس ده يكون اكبر من الواحد طب لو انت حسبت بالفيس ويتس وحسبت بالمديول والسكوير روت للواي اللي احنا هنقول يعني ايه واي دلوقتي طلع كل ده مضروب في 9/10 طبعا لازم تحط الرقم بالظبط اللي هو 0.9054 تمام بالظبط ما ينفعش تقرب هنا طلع معاك الرقم اقل من واحد هتعمل ايه هتفرض ان الكي اس بواحد يبقى لازم الكي اس يبقى عندك اكبر من او يساوي الواحد او هتفرض من غير ما تحسب تمام لازم تحسب من الاول تشوفه اكبر من الواحد ولا اقل من واحد اكبر من الواحد مفيش مشكله اقل عن الواحد يبقى لازم الكي اس تعمل الاسامبشن ان هو يساوي الواحد ايه هو الواي الواي ده هو عباره عن الجيومتري او اسم لوز فورم فاكتور الواي ده اللي هو فانكشن فيه الاكس الكي اس ده حاجه اسمها لويس فورم فاكتور وده جاي من ايه هل انت لو عندك الجير فيه انت عندك فيه بينيون وجير هل لو الاثنين معشقين مع بعض لو البينيون ده ليه عدد اسنان 10 هيكون ليه نفس السايز لو عدد الاسنان زودتها 15 ولا هتختلف هتختلف ولا ليه نفس السايز نفس السايز ده اللي هو البي في المديول اللي هو الفيس ويتس في المديول اللي عندك هل هيفضلوا زي ما هم لو انت زودت عدد الاسنان ولا هيختلفوا هيختلفوا داخل الاختلاف ده فين في حساب اللوز فورم فاكتور ده مفروض زمان كان موجود اخر تيبل موجود عندكم دوروا عليه كده وشوفوا فين اول تيبل هتلاقي مكتوب لوز فورم فاكتور لقيته ولا لا هتلاقي عندك بتدخل بعدد الاسنان يعني انت بتدخل عدد الاسنان هتروح تجي له القيمه بتاعه الواي تاخد الواي تروح تعوض بيه في الايكويشن بتاعه الكي اس في حد معرفش يعمل الكلام ده؟
طب هل عدد الاسنان بتاعت البنيوم نفسها عدد الاسنان بتاعت الجيل؟ لا. عشان كده ظهر اثنين كي اس اللي انا عامل عليه دايره ده اللي انا عامل عليه دايره النقطه دي ده بيتحسب مرتين مره للبنيوم ومره للجيل. هتدخل بالان بنيوم هتروح تجيب الواي بتاعت البنيوم. هتدخل بالان بتاعت الجيل عدد اسنان الجيل هتروح تجيب الواي بتاعت الجيل. تمام؟ يبقى عندك اثنين كنتين لحساب الكي اس السايز فاكتور. اصعبهم وهو الكي اتش اللود ديستريبيوشن فاكتور. اللود ديستريبيوشن فاكتور الكي اتش هتلاقي الايكويشن بتاعت الكي اتش فانكشن في سهات كتيرة. شرحتها ووصلت لها وصلت للود ديستريبيوشن فاكتور في نفس الصفحة اللي موجود فيها الكي اس واللي موجود فيها الكي بي داش. المفروض ان انت وصلت لها تمام؟ في حد ما وصلهاش؟ تمام. اول ترم فيهم عندك هو السي ام سي. ده عبارة عن واحد نص سي ام سي. ايه هو السي ام سي؟ ده عبارة عن قرص يعبر عن شكل السنة. شكل السنة ليه حالتين، حالة كراون وحالة تانية انكراون. يعني ايه كراون وانكراون؟ يعني ايه الكلام ده؟ لو السنة الشكل الطبيعي بتاعها او الصح اللي مفروض ايه اللي يحصل فيها لما تكون عندك السنة بالمنظر ده في سويتس مثلا، لازم ايه اللي يحصل من الشكل بالجنب هنا؟ تبقى بتتفلطح شويه بحيث تعمل ايه في السيكنس؟ بتزود السيكنس بتاع السن عشان تقدر تستحمل استريسز اكتر. احيانا بيكون شكلها بالمنظر ده او احيانا بتبقى عيوب صناعه بيكون شكلها بالمنظر ده. ده بنقول عليها السن حصل لها كراون وهنا السن انكراون. انهي فيهم الاحسن؟ عشان كده بتقلل الاسترس اللي موجود عندك بتديك قيمه للكي ال سي ام سي وهي 8 من 10. يبقى السي ام سي في حاله الكراون ب 8 من 10. اما لو كان انكراون هيزيد السي ام سي لواحد. موجود عندك برضو الكلام ده. لما السي ام سي يزيد لواحد هيعمل ايه في الكي اتش؟ هيزوده. هيعمل ايه في الاسترس؟ الكي اتش بيعمل ايه في الاسترس؟ تمام؟ في مشكلة لحد دلوقتي؟ ده بالنسبة لأول ترم. لازم يقول هنا ولا لو ما قالش افرضها حاجة؟ تقول ايه؟ لازم يقول لو ما قالش هنا افرضها كراون. لو ما قالش افرضها كراون. لازم في كل حاجة نقول لو ما قالش نعمل ايه؟ بعد كده هتلاقي ده مضروب في ترم هو السي بي ام. السي بي ام. اول واحد وهو السي بي اف ده علاقته بايه؟ السي بي اف ده ليه علاقه بايه؟ بالفيس ويدث. هتلاقي عندك ثلاثه ايكويشن. عندك ثلاثه ايكويشن. اول واحده لو الفيس ويدث اقل من 25 ملم والثانية لو الفيس ويدث من 25 ل 425 والثالثة من 425 ل 1000. تمام؟ كل واحد ليه معادلة فانكشن في الفيس ويدث. طبعا هنا بنعوض بالفيس ويدث بالمليمتر. تمام؟ بتعوض هنا بالمليمتر في الفيس ويدث. خلي بالك ان هنا بيقول لك لازم الترم اللي هو في الاول هتلاقي ان الثلاث معادلات في ترم في الاول هو عبارة عن بي على 10 دي. واحنا دايما بنصمم على اللي احنا عايزين او على الحاله الاسوء، والحاله الاسوء هي اللي هتديك ستريسز اعلى. تمام؟ الحاله الاسوء هي اللي هتديك ستريسز اعلى. فعندنا الاسوء هنا انك تزود الترم اللي هو السي بي اف ده. تمام؟ عشان تزوده الترم اللي في الاول ده قال لك لازم يكون اكبر من او يساوي 5%. طب لو انت هتحسبه لازم تحسبه الاول، طب لو انت حسبته طلع اقل من 5% هتاخده assumption اللي هو
لازم الترم ده اللي هو بيجي على 10 دي يكون اكبر من او يساوي 5 من 2. لو كان اقل تاخده على طول ب 5 من 2. طب انهي ده ينفر؟ انهي ده الفيس ويتس واحد للاثنين، انهي ده ينفر فيهم؟ البينيون ولا الجيل؟ هو انهي واحد اللي يزود لك القيمه دي؟ البينيون. يبقى دايما ده بنفط البينيون في الحالتين، سواء انت بتدرس على البينيون او الجيل، الديامتر اللي موجود عندك ده هو الديامتر بتاع البينيون. ده بالنسبه للسي بي ام. بعد كده وهو السي بي ام، السي بي ام ده حاجه اسمها الاستريدل ماونتن ونون استريدل. يعني ايه استريدل ماونتن؟ لو انت عندك ادي الشفط اللي محطوط عليه الجير، وادي الجير اللي موجود على الشفط عندك موجود في المكان ده مثلا، هل شرط الجير يبقى موجود في السنتر بتاع الشفط؟ طب هل لو مكان الجير ده موجود في نص الشفط بالظبط هيبقى هو عليه نفس الاستريس لو انت حركت شويه يمين او شمال؟ هل ممكن يختلف؟ وهل هو فعلا بيختلف ولا لا؟ بيختلف. ليه او ايه سبب الاختلاف؟ ان عندك احتمال لو الجير ده ما كانش في النص، ايه اللي ممكن يحصل في شكل الشفط عندك؟ شكل الديفليكشن هيتغير. لو في النص هيبقى انت عارف هو هينزل بالمنظر ده مثلا، اما لو اتحرك يمين او شمال شويه هيظهر تاثير، هتلاقي ان الديفليكشن مثلا هنا حصل بالمنظر ده، فممكن عندك الجير نفسه يحصل فيه ميل سن. المهم ان ممكن او اكيد هيحصل فيه تاثير على الجير. التاثير ده بيدخل فين؟ في حساب السي بي اللي بعد كده اللي هو السي بي ام. قال لك لو انت عندك المسافه، لو ده السنتر بتاع الشفط او الشفط ليه مسافه طوله اس، ده طول الشفط كله، ومن النص طبعا عباره عن اس على 2، ده المسافه في السنتر، وعندك المسافه من السنتر لحد الجير بتاعك بنقول عليها اس 1 اس 1. لو الاس 1 هتلاقي مكتوب عندك، لو الاس 1 على الاس يعني المقدار ده على الاس كلها كان اقل من 0.175 هتلاقي عندك قيمه السي بي ام بواحد. طب لو زاد عن واحد او على 0.175 قال لك ان هو القيمه دي هتزيد، يبقى بواحد واحد من عشره. واحد واحد من عشره، يبقى عندك حالتين، ان القيمه دي تكون اقل من واحد الاس 1 على الاس كلها اقل من 0.175 فبتحط القيمه بواحد كانه موجود في النص، يا اما يكون اكبر من واحد او واحد من عشره او 0.171 تمام، فكانه مش موجود في النص او بعد عن النص بمقدار كبير ايا كان كام، فانت بتحط الكلام ده في واحد واحد من عشره. طب لو ما قالش، تفرض ان هو في النص، يعني الاس 1 بكام؟ واحد. الاس 1 بزيرو. يبقى يطلع معاك الكونستانت ده كام؟ واحد. ماشي. كان بيسال انا عايز سي بي اف كونديشن، مش على سي بي اف سي بي اف اكويشن وكونديشن على البي، البي اقل من 25 ما انا قلنا الكلام ده، ما انا قلت كونديشن مش موجود بس لا، ما هو ده انت زود او انت تكون عارف بس زود، تمام؟ يعني انت بس الحاجات اللي انا بقولها دي يا اما تكتبها في ورق خارجي يا اما تكتبها بقلم رصاص على التيبلز، انت لسه معكوش التيبلز بس حتى بعد كده تكتبها بقى الرصاص وانت داخل الامتحان تمسح، تمام؟ عشان ما تدخلش الامتحان تتقفش فتاخد التيبل منك وتشتغل من زمان. لا قال قال سجلوا الحاجات دي عادي. اللي بيحصل كل سنه يعني اسال لها اسال لها، شوف كام واحد اتاخد منه الامتحان. ما تكتبوش مسائل بس، ما تكتبوش مسائل لكن النوتس يبقى حلو. مش مشكلة، مش هنجي زي الدكتور ما يقولش لك حاجة كده وقت الفيديو. بس ما تنتهزهاش فرصة، ما تنتهزهاش فرصة وتكتب ال سيبنا نعيش بقى. طب خلينا نرجع لكلامنا، الباشمهندس اللي ورا كان بيسأل، أنا قلت الكلام ده، أنت عندك ثلاث معادلات على حسب البي، لو أقل من 25 هستخدم الأولى، لو أكتر من 25 لحد 425 الثانية، لو 425 ل 1000 الثالثة. قلت بس الترم الاولاني اللي موجود في كل معادله لازم يكون اكبر من او يساوي 5 من، تمام؟ وصلنا لايه دلوقتي؟ حسبنا كل الترمات ما عدا وصلنا ل سي ام اي. سي ام اي هتلاقي عندك بالنسبه للايكويشن او السي ام اي ده هو عباره عن امبيريكال فاكتور،
الامبيريكال فاكتور ده فانكشن في ثلاث حاجات. هتلاقي الايكويشن بتاعتك عنده فانكشن في A بلس B في البي B كابيتال في البي اللي هي الفيسويتس بلس C في البي سكوير. البي هنا برضه بتعوض بالمليمتر. البي الفيسويتس هنا بتعوض فيها بالمليمتر. اللي قاعد ورا يعني يا ريت التيبلز تمام؟ فانت عندك الفيس ويدث هنا بتعوض بالمليمتر. ال A وال B وال C ده هتلاقيه في تيبل 2. دور على تيبل 2 كده في التيبلز معاك. هتلاقي عندك empirical constant A و B و C على حسب الكونديشن. على حسب الكونديشن هل وهو بيصنع الجير اللي موجود عندك ده كان شغال بالبريسيجن عالي ولا قليل؟ هل هو كان دقيق ولا كان بيعمل اي كلام؟ اي كلام ده بنقول عليه اوبن جيل، يعني واحد عم تحت غير السلم تمام. ده اوحش حاله فيه اللي هي في الاول، وبعد كده بتبدا تزود البريسيجن بتاعك الدقه بتاعتك اثناء تصنيع الجيل تمام. كل واحد من دول ليه ثلاث قيم من الاي والبي والسي. تاخد القيم دي تعوض في الايكويشن اللي موجوده عندك، تضرب طبعا في الفيس ويدث اللي هو بالمليمتر تمام. لو هنا ما قالش هتاخد تاني حاله اللي هي الكوميرشال انكلوزد يونتس. علم عليها كده، اعمل عليها دايره بحيث هو لو ما قالش تستخدم الحاله دي. ده اسوء الاضطرابات. اخر فاكتور فيهم وهو السي اي. اخر فاكتور فيهم هو السي اي، ده بيعبر عن وهو جاي يركب الجير نفسه على الشفط هل هو حاطه مثلا ولا عمل له ادجاستنج، قاعد يظبط فيه لحد ما حطه في احسن وضع بالنسبه له. ده اللي احنا بنتكلم عليه. لو هو عمل له ادجاستنج هتقلل الاستريس، عشان تقلل الاستريس هتقلل قيمه السي اي تخليها 8/10. اي كونديشن تاني بيبقى تحط سي اي واحد. باشمهندس انا مش بعمل سيلكشن للجيرنج من قبل ما تتركب اساسا. تقول ايه؟ مش هعمل سيلكشن للجيرنج قبل ما تتركب؟ طب انا عارف منين ان هو ركبه على السي اي؟ اه لا، اثناء التركيب نفسه لما يجي يركب ده على الشفط، لما يجي يركب الجير نفسه او البيدل على الشفط وهيحط قصاده الجير اللي هيعشق معاه، هل هو هيحط اي كلام ولا هيبدا يظبط فيه بالظبط؟ ده معنى السي اي تمام. هل هو عمل انت عارف يعني ايه ادجاستنج؟ اللي هو بدا يحطه في احسن وضع ليه، بدا يحطه في احسن مكان ليه. هل هو حطه في احسن مكان؟ ويعني ايه احسن مكان؟ اللي هو يبقى الاثنين موجودين على بعض بالظبط. يبقى الفيس ويدز هنا بدايه الجير هنا الفيس ويدز نفسها تحت صح ولا لسه ما تركبش؟ لسه عامل له سلكشن عشان يجيب وتركب. ما انت بتفرض، انت بتفرض كل دي فروض. عايز تفرض على اسوء وقت. بص في الاول وفي الاخر موضوع ديزاين، انت تصمم على الديزاين ده، انت تصمم على الديزاين ده مش هيفرق في الاول وفي الاخر. ده ديزاين وده كود من ضمن اكواد كتيره بتستخدم الديزاين سبير دي تمام. هو الفاكتور بتاع السي اي نوع غير مع السي ام ال. لا هنا بيقولوا لو على حسب الكونديشن الجيرنج ولا اذر كونديشن اللي هي اللي فاتت. لا مش علاقه شباب. يا اما هو بيقول لك الجير ده ادجاستد، يا اما اقول لك هو الجير ده ادجاستد فبتحطه 8/10. لو ما قالش انت بتفرض ان هو اذر كونديشن فبتحطه بواحد. بس ايه؟ تفرضوا بقى اهي؟ لا اي حاله اللي هي ايه؟ انهي واحد فيهم؟ السي ام اي. قلت لك على تاني حاله كوميرشال انكلوزد تمام؟ كده خلصنا اللود ديستريبيوشن فاكتور. هندخل في اللي بعد كده وهو الكي بي الريب سيكنس يعني بص لسه قدامنا ميزه عندك السيكنس فاكتور
فين. حاجة اسمها الرن، انت عارف الجير ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الوين نفسها الاساسية مطولة من جسم اسمه الرن، من اول الشفط ده مكان او الفراغ اللي هدخل فيه الشفط في نص الجير، ده الفراغ اللي هدخل فيه الشفط في نص الجير. فانت عندك الجزء الاولاني ده بنقول عليه الرن، والسنة نفسها احنا كنا مديينها هايت اتش تي قبل كده على حسب الاثنين ريش دول مع بعض. لو التي ار على الاتش تي رقم كبير اللي هو كان اللي هو اكبر من 1.2 اكبر من او يساوي 1.2 بنحط الكي بي ده بواحد. كان الاول في علاقه جرافيكال كده ما بين الكي بي وبين العلاقه اللي هي الام بي، كان ده عباره عن الاكويشن اللي هي موجوده عندك اللي هي 1.6 في لين كذا على كذا، تمام؟ كذا على كذا دي فيها فانكشن في الام بي برضه لحد 1.2. اول ما تعدي الام بي على 1.2 هتلاقي الرقم ده بواحد. موجود عندكم في التيبلز الشكل ده ولا موجود الاكويشن بس؟ تمام. ده او ده مش هتفرق، الاثنين واحد، تمام؟ فاول ما الام بي تزيد عن 1.2 معناه ايه الكلام ده؟ معناه ايه الام بي تزيد عن 1.2؟ ان التي ار بالنسبه للاتش تي كبير، صح؟ فممكن الفيلير يحصل فين؟ لو التي ار اكبر من الاتش او مش اكبر بالنسبه للاتش دي كبير، الفيلير ممكن يحصل فين؟ على السنتر. طب لو العكس هيحصل في الريب. طب احنا بندرس ايه دلوقتي؟ السنه، صح؟ يبقى ايه اللي يفرق معانا؟ السنه. عشان كده احنا بنستخدم لو انت عندك ان الام بي اقل من 1.2 هتلاقي الرقم ده كبير اكبر من الواحد، لان هو ده اللي يفرق معانا، لان الفيلر هنا هيحصل عليه. الفيلر لو حصل في الريم، الفيلر يحصل في الريم. بص يا سيدي، لو انت عندك دلوقتي عندك فيه فورس اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها التنجنشال فورس في المنظر ده، تمام؟ هل شرط الكسر يحصل في السن هنا؟ ولا هل ممكن الريم نفسها لو كانت رفيعه يحصل فيها الديفورميشن نفسها؟ روح بالمنظر ده كده. والسن نفسها ما حصلش فيها الديفورميشن، صح ولا لا؟ على حسب العلاقه ما بين الاثنين، وده ظاهر في تاثير اكتساب الريم سيفنس. طبعا هنا لو ما قالش هناخده بواحد، سهل عليك، ماشي كده. خلصنا بالنسبه للكي اتش الكي بي. بقى عندنا الواي جي الجيومتري فاكتور. قول مين اللي بيسك؟ مع زون النسبه الواي جي هو الجيومتري وده تاني واحد عامل عليه دايره. يبقى الاولاني اللي بيختلف من البينيون للجير هو الدي اس، ده برضو بيختلف من البينيون للجير بيتحسب مرتين، مره للبينيون ومره للجير. هندخل على اول جراف عشان نحسب الجيومتري فاكتور. فين هو؟ دور على اول جراف موجود عندك، هتلاقي عندك موجود الجيومتري فاكتور. هتلاقي شكل الجراف ده عامل ازاي، ده اللي يهمنا. الخط اللي تحت ده ملهاش علاقه، بنعمل ديزاين على ايه؟ هتدخل بعدد اسنان تحت، هتقطع عدد، بص معايا ركز معايا، هتقطع عدد اسنان فوق، هتروح تجيب الواي دي. ايه عدد الاسنان اللي هنا اللي انت بتقطعها وايه عدد الاسنان اللي هتدخل بيها تحت؟ لو انت عايز تحسب الواي جي للبينيوم هتدخل بالان بينيوم تحت، هتقطع الان بتاعت الجير اللي فوق، هتروح تجيب الواي جي من هنا، هتجيب الواي جي للبينيوم. ان ده عدد الاسنان، ان كابيتال عدد الاسنان هنا وعدد الاسنان هنا، تمام؟ طب لو فرضا هو عايز او انت بتحسب او بتعمل ديزاين على الجير، هتدخل بالان عدد الاسنان بتاعت الجير، ان جير عشان تجيب الواي جي بتاع الجير.
هتقطع هنا ال N بتاعت البنيون. هتروح تجيب ال Y جي لين B هنا البنيون الأولاني واللي تحت الكبير. في مشكلة كلام ده؟ يبقى أنت دلوقتي عايز تحسب ال Y جي اللي أنت عايز تحسبه أو تحسب ال Y جي تدخل بيه تحت وتروح فوق تقطع ال N التانية بتاعت اللي أنت مش عايز تحسبه. سواء بقى ده ليد أو غيره. عشان كده ال Y جي ده بتحسب مرتين، مرة للبنيون ومرة للكبير. كده احنا تقريبا كل الكونستانت اللي موجودة في حساب الاستريس تقدر تطلعها. في حد عنده مشكلة؟ عدد الأسنان طبعا هتلاقي أقل عدد أسنان فوق 17، هنتكلم عن ده إن شاء الله السكشن اللي جاي. هنقول لو هو ما قالكش عدد الأسنان هتقدر تطلعها منين، ولو ما قدرش تطلعها هتفرضها فين. فنجلها إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. اللي تحت ده ما احنا مستخدموش، تمام؟ هو بس بقول لك لو اللود كان على بداية السن من فوق هذا بيحصل، هل ممكن اللود يبقى على فوق على الدب؟ بيحصل بس الأشكال معينة من السن، تمام؟ بيبقى الكونتاكت على بداية السن من فوق. بلاش ندخل في الحتة دي لأن يعني الأشكال المعينة دي بنخليها سبيشال كونديشن مستخدم في حالات معينة. احنا بنتكلم عن حالات فوق، فاحنا الخط اللي تحت ده ما بندخلش ده. بالنسبة للستريس طبعا احنا ايه عايزين نجري شوية عشان نلحق نخلص يعني. بعد كده عايزين نحسب الاسترينس نفسه. اول حاجة المعادلة الاسترينس السيجما الاول بتحسبها وهي السيجما اف بي. السيجما اف بي هو عبارة عن الايديال سترينس. يعني ايه ايديال سترينس؟ بيقول عليه ريبيتدلي ابلايد سترينس عن عدد سايكلز 10 او 7 سايكل، وعن حاجه اسمها الريليابيليتي 99%. طب ناجله شويه لحد ما نتكلم على عدد السايكلز والريليابيليتي الاول. خلينا نتكلم في البان الاول ونرجع للسيجما اف دي. بدايه كده بس عندك واي سيتا هو عباره عن تاثير التمبريتشر. هل الجير اللي موجود عندك ده هيتعرض للتمبريتشر قد ايه؟ الجير اللي موجود عندك ده التمبريتشر اللي هيتعرضها قد ايه؟ لو كانت اقل من 120 درجة سيليسيوس بناخد واحد، لو اكبر من 120 اكيد ايه اللي هيحصل في الواي سيتا؟ هيعمل ايه في السيجما اف بي اللي هي الايديال؟ هيزودها. وده ستريس هيستحمل قد ايه؟ لو التمبريتشر زادت هيعمل ايه فيها؟ يبقى اكيد ده هيعمل ايه؟ هيزيد. طبعا لو كان اكبر من 120 هو هيديك القيمه بتاعته. ما قالكش انت طبعا تفرض اقل من 120، لازم تقول له اسامشن، ما تفرضش واحد وخلاص. لازم تقول له انت فرضت ايه؟ هتفرض ان التمبريتشر اقل من 120 عشان كده الواي سيتا بواحد. ده بالنسبه للواي سيتا. بعد كده الواي زد. والواي زد ده داخل في حته الريليابيليتي. حد يعرف يعني ايه ريليابيليتي فاكتور؟ يعني ايه ريليابيليتي؟ يعني ايه اعتماديه؟ تمام. لو 50% ايه الفرق ما بين 50% ريليابيليتي و 99%؟ بالظبط كده، تمام. كل ما الريليابيليتي تزيد كل ما يكون الوضع ايه؟ احسن، تمام. داخل الريليابيليتي في حساب السيجما اف بي هتلاقي عندك حاجتين. اول حاجه في ايكويشن فانكشن في الريليابيليتي الواي زد ريليابيليتي فاكتور هتلاقيه في نهايه الايكويشنز بتاعه السبيرجن سوري. الواي زد ده وصلت له؟ هتلاقوه لو كانت الريليابيليتي من نص 50% يقول لك 50% لحد 99% ريليابيليتي، هتعوض بالريليابيليتي في اول ايكويشن. لو كانت من 99% لحد 999 من 1000 هتعوض في تاني ايكويشن، تمام. في مشكله في الكلام ده؟ اهدى بس هنكمل بس الحساب في الاخر. بس هو في الاخر هنقول لو ما قالش عايز ايه ورا. انا بس عشان صفحات عندي غير عندكم غير التابلز الجديده اللي هتنزل يعني. فالاهم انك توصل من 3 صفحه وصلنا دلوقتي صفحه 2 3. انا لسه في اول شهر هو هي ماشي 2 3
صعد اثنين تلاتة. عندك وصلت الايكويشن دي؟ هتروح للتيبلز، المفروض ان هو يبقى فيه تيبل خمسة برضه للريليابيليتي. فين التيبلز ده وصل له؟ اوصل للتيبل اللي موجودة عندك ده. وصلت له؟ هتلاقي التيبل الصغير كده عبارة عن الريليابيليتي كام؟ وصلها الواي بكام؟ أو الواي زد بكام؟ ها؟ وصلت لها ولا لا؟ لا؟ وصلنا. روح للتيبل وهتطلع الريليابيليتي. هتلاقيه تقريبا بالظبط خمس قيم من 50 برضو ل 909 او 3 تسعات او 4 تسعات. تمام؟ ايه معدل؟ لا مش اي حاجه. بص هو الاثنين طبيعي بيطلعوا لك نفس الحل. تمام؟ لو هو قال لك ريليابيليتي 9 من 10 تعرف تطلعها من التيبل مفيش مشكله. طب لو قال لك ريليابيليتي ما بين الاثنين هتعمل ايه؟ انتربليشن. اوعى تعمل انتربليشن غلط. هتروح على المعادله وتعوض بالريليابيليتي. شوف هتستخدم انهي واحده فيهم. تمام؟ الموضوع مش صعب يعني. عايز واحد لو هو حتى اداك قيمه وهي موجوده في التيبل وانت عايز تروح تستخدم الايكويشن مش مشكله. راجع لك يعني عندك وقت في الامتحان تروح تستخدم التيبل. ده بالنسبه للريليابيليتي وهي واي زد برضه للاثنين واحد. اخيرا هنا وهو الواي انس. اه لو هنا ما قالش خدها في 90% او اسف 99% بس 99% بالنسبة للواي ان هو اللود سايكل فاكتور. مش عايز 99% الار ولا الريفايزر؟ الار طبعا الريليابيليتي تفرضها وتروح تجيب منها الار. وانت شايف بي واي زد في 99 ايه الار دي؟ عندك اللود سايكل فاكتور ايه الار؟ لو ما قالش هفرض الريليابيليتي 99 اللود سايكل فاكتور. بصوا يا شباب الريليابيليتي احنا ليه بنفرضها كده؟ انا ليه قلت الرقم ده بالذات؟ حد يعرف؟ مش هيطلع عشان الايدل ده محسوب على 99. الايدل القيمه الايدل بتاعه الاسترنس محسوبه على 99% ليه؟ تمام؟ عشان كده انت بتاخد الاقصر. نرجع بس الواي ان ونرجع نتكلم عن سيجما اف بي بالتفصيل. الواي ان هو اللود سايكل فاكتور. عباره عن ايه اللود سايكل فاكتور؟ هل الجير اللي عندك ده عمل 10000 سايكل 100000 سايكل او انت بتصممه اللي هو يستحمل 100000 سايكل او بتصممه اللي هو يستحمل 10000 سايكل؟ هل التصميم ده هيختلف عن ده ولا لا؟ هيأثر على الماتيريال بتاعته ولا لا؟ هيأثر. فعشان كده بيدخل عندك حساب الواي ان. بتدخل في تيبل او اسف في فيجر 2 2 توصل لفيجر 2 عندك هتلاقي داخل في الحساب ده ال اتش بي. ال اتش بي هي البرينل هاردنس. هل لو انت عندك نفس الماتيريال والبرينال هاردنس اختلف الاس يد المفروض بيختلف ولا لا؟ الخصائص البروبرتيز بتاعت الماتيريال نفسها هتختلف ولا لا؟ ها؟ هل لو زودت الهاردنس بتاعت الماتيريال هتختلف ولا لا؟ بيبقى اساسا كانك بتتعامل مع ماده ثانيه. لو انت غيرت الاتش بي كانك اساسا بتتعامل مع ماده ثانيه. تمام؟ فانت عندك ده فانكشن في الاتش بي البرينال هاردنس. لو انت عندك 160 اتش بي لو انت عندك 52 100 وفي حالات في النص يعني هتلاقي الرقم ده عند 10 اس 7 بالظبط بيديك واي ان بواحد. هتدخل تحت ادي الشكل هتلاقي هنا عند 10 اس 7 بيديك واي ان بواحد. تدخل بعدد او number of cycle اللايف سايكل 10 او 7 هنا يديك الواي ان. طب هل لو الفينيو عمل 10 او 7 سايكل الجير لازم يعمل 10 او 7 ولا اكتر ولا اقل؟ حسب صح؟ يبقى ده حسب كم مره؟ مرتين. مره حسب اللايف سايكل بتاع الفينيو وهتدخل تجيب الواي ان بتاع الفيديو ومره على حسب اللايف سايكل بتاع
كتير هتدخل تجيب واي ان بتاعك كتير مرتين. طب هل هو بيديك الاثنين لايف سايكل؟ لا. طب هو بيديك ايه؟ واحد فيهم. في معظم الحالات بيديك البينيوم. يقول لك ان البينيوم ده مصمم ان هو يعيش 10 او 7 سايكلز. ده اللايف سايكل بتاع البينيوم. طب تقدر تجيب منه هل الجير ده هيلف كام لف؟ فلما ده يلف 10 او 7 سايكل بسرعه البلستو ريشيو صح اللي احنا كنا بنقول عليها الايه الام جي اللي هي كانت عباره عن الان بتاعت البينيوم على الان الجير او الديامتر بتاع الجير على الديامتر البينيوم او عدد اسنان الجير على عدد اسنان البينيوم. كل ده تقدر تطلع منه البلستو ريشيو. ايا كان طلعتها منين هتساوي الكلام ده باللايف سايكل بتاع ايه؟ على اللايف سايكل بتاع ايه؟ ها؟ اكيد البلوست ريشيو الكبير على الصغير يبقى اكيد فوق. ايه اللي هلف اكتر؟ مش مشكلة؟ فانت عندك لو عطاك اللايف سايكل بتاع البينيوم تقسمه على الام جي تجيب اللايف سايكل بتاع الجي ده بالنسبة وتدخل تجيب الواي ان بتاعك الجي ده برضو بيتحسب برشو. اخر حاجة هنا اخد حاجه هنا وهي السيجما اف بي. طبعا هنا ما فرضتش 10 في 7 لو ما قالش تفرض 10 في 7 للبينيوم وتروح تجيب الجير مش تفرض 10 في 7 للاثنين تمام. هتفرض 10 في 7 للاثنين لو دكتور غير دكتور الكوم هتجزي 10 في 7 برضه يا شباب. ايه 10 في 7 برضه بواحد قصاد مش عندي على حسب هو يقول لك البريد الرقم تمام. خلاص بص يا شباب بالنسبه لده الرقم ده بعد 10 في 7 تلاقيه عمل كيرفين وبينهم حاجه كده مظلله صح. كل اللي فوق دول كل اللي فوق ماشيين مع نفس الخط اللي فوق. اللي تحت ده بس لوحده هو اللي الخط اللي تحت بقى يعني اللي هو واي ان كان عندك اللي هو عند البريد هاردنس 160 ده هو الخط اللي تحت من اوله لاخره. كل اللي باقي فوق ماشيين كل واحد بالخط بتاعه حد ال 10 ما بين 10 6 و 10 7 وبعد كده كلهم بيبقوا خط واحد بالايكويشن اللي فوق. طبعا انت عايز تجيب قيمه اي كلام ها بتدخل على الفيجر وتقدر تروح تجيب القيمه اللي قصادها. لو عايز تجيب قيمه اضعف تعوض في الايكويشن باللايف سايكل اللي هو الام ان ده فتن ده اللايف سايكل تمام. عشان الناس اللي هتروح تعوض في الان مش بعدد الاسنان يقول لك ده ان كابتن روح عوض بعدد الاسنان. بتحصل وكتير منكم بيعملوا نفس الكلام ده. فالان هنا هو اللايف سايكل. اخر حاجه هو السيجما اف بي وقلنا ده هو عباره عن الاسترينس عند 10 لو كان في حاله الايدل مصمم ان هو يعيش 10 او 7 سايكل وفي نفس الوقت ريليابيليتي 99%. هتلاقي عندك تيبل رقم واحد او مش واحد ثلاثة واربعة تيبل ثلاثة واربعة تيبل ثلاثة ده لو كان الجير ستيم تيبل اربعة ده لو كان الجير برونز او طاير تمام. في معظم الحالات يعني والاكيد هتيجي شبهها يبقى ستيم اللي هو تيبل ثلاثة. مهم سواء تيبل ثلاثة او تيبل اربعة انت بتدخل بالماتيريال بتاعك الجيل الموجود عندك. هل شرط البينيوم والجيل لهم نفس الماتيريال؟ مش شرط. هو الاحسن طبعا يكون لهم نفس الماتيريال وهنقول ليه السكشن الجاي ان شاء الله بس مش شرط تمام. يبقى السيجما اف بي اتحسب كام مره؟ مره للبينيوم على حسب الماتيريال بتاعته ومره للجيل تمام. بتدخل بالماتيريال اللي موجود عندك هتلاقي في البدايه كده لو كانت ستيل هل الستيل ده ثرو هاردن ولا كان فليم برودكشن ولا كان كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طبعا لو ما قالش انت هتاخد اول حاله فيه ثرو هاردن ستيل تمام. على حسب جريد 1 ولا جريد 2 ولا جريد 3 انت بتستخدم انهي جريد فيه؟ هو بيقول لك جريد كام تمام. ماشي لازم يقول جريد كام طالما اداك الماتيريال. طب هو مثلا قال لك ان ده ثرو هاردن وجريد 2 هتلاقي انت عند جريد 2 عندك قالك راح فين او راح فين فيبر 14 2 التيبلز بتاع السلفات ما كانتش موجوده فنزلها. فبص معاك كده لو لقيت الفيبر ده اللي هو بتاع 14 2 موجود عندك ولا لا. دور كده في الفيبرز موجود عندك ولا لا. ان شاء الله يكون نضاف يعني
ان شاء الله يكون ده اللي هم ايه. المهم ان الفيبر ده بتدخل بالبريدن هاردنس، لو انت عندك جريد 1 او جريد 2 تقطع الكيرف بتاعها تروح تجيب سيجما اف اي تمام، برده جريد 1 وجريد 2. لو انت برده عايز تشتغل، لو انت عايز تشتغل اكوريت بتشتغل على الايكويشن اللي موجود عندك. اذا اشتغل اكوريت فانت عندك تمام ان شاء الله يكون نزل. ما نزلش هنزل لكم ورقه، ده في ورق ثاني برده هيكون نازل مع بعض. ده بالنسبه للسيجما اف. حسبت السيجما، حسبت السيجما الاول تقدر تجيب اس اف كل واحد مره للبينيوم ومره للكيل. انا ندخل بعد كده في الاجما كونتاكت ستريس. الاجما طب اللي عايز يطلع يتفضل مره واحده عشان بعد كده هنستنى للاخر عشان بس ايه تعرف تكمل يعني. لا ما بقاش كتير. بالنسبة لأجمى كونتاكت ستريس كل الحاجات اللي فيها متعادة الدافن دي الكينو نفسه حسبناها قبل كده هو هو نفسه في الكونتاكت. الكي بي داش ما فيهوش اختلاف. الكي اس بتحسب مرتين برضو وما فيهوش اختلاف. الكي اتش برضو بيتحسب وما فيهوش اختلاف. والفيس ويدث مضروب في الدي بن الديامتر بتاع الجير. ايا كان انت هتحسب هنا للجير ولا البن الاريا دي هي الاريا الصغيره اللي تزود لك الاستريس بتاعك اللي هي البي. الفيس ويدث مضروب في ايه؟ في الدي بن. تمام. ايه الجديد؟ الكل اللي فيه زد ده هو الجديد. القديم كله مش هتلاقي فيه زد. كل اللي ظهر فيه زد اي ترم فيه زد فهو ده الترم الجديد الموجود عندك في الكونتاكت ستريس عشان الناس بس هنا تدخل الامتحان وتتحول. حسبت الكلام ده مره قبل كده تروح تحسب فيه تاني وتطلع نفس الارقام وانت مش واخد بالك ان انت حاسبها قبل كده. تمام. طبعا انت مش هتلحق تعمل الكلام ده صدقني مش هتلحق. لا انت ما خدتش بالك بس عشان الحاجات كتير فانت نسيت الحاجات دي موجوده قبل كده وانت طلعتها قبل كده. فتخلي بالك الترم فيه زد هو ده الجديد. عندك كام ترم هنا؟ زد اي وزد ار وزد ار. قلنا ان ده كونتاكت فبدايه كده اول ترم جديد وهو الزد اي. الزد دي اي ده هو ليه علاقه بالالاستيك كوفيشنت. الالاستيك كوفيشنت ده ليه تيبل؟ لا عندك تيبل رقم 6 تيبل 6 الزد اي وهو الالاستيك كوفيشنت على حسب الماتيريال بتاع البنيون والماتيريال بتاع الجير. على حسب الماتيريال بتاع البنيون والماتيريال بتاع الجير هتدخل بالماتيريال بتاع البنيون في اول عمود تمام وهتروح على انهي صف او اسف على انهي عمود فيهم على حسب الماتيريال بتاع الجير. يبقى اول عمود ده بيبين لك كل انواع الماتيريال بتاعه البنيون تمام. بعد كده الصف اللي فوق ده بيعبر عن كل انواع الماتيريال بتاعه الجير. هل لو الماتيريال اتغيرت ايه اللي هيحصل في الالاستيك كوفيشن اللي هو ايه الالاستيك كوفيشن شبه ايه خدتوه قبل كده خالص في الاستاتستيك. فاكيد لو الماتيريال اتغيرت اكيد ده هيتغير على حسب انت شغال بماتيريال ايه للبنيون وماتيريال ايه للجير تمام. طب ده بتجيبه مرتين ولا مره واحده؟ مره واحده تدخل البنيون ايا كان انت بتحسب البنيون ولا الجير. طبعا في ناس منكم هيروحوا يحسبوه مرتين مره يدخل في الراكس ده بالجير ويروح يجيب البنيون ومره بالعكس هلاقي في الاخر هلاقي نفس الايه؟ هتطلع معاك. لو ما قالش هنا ستيل وستيل هتاخد الرقم اللي هو 191. لو ما قالش هتاخد الرقم زد اي اللي هو 191 هو ده ستيل وستيل. ده الالاستيك كوفيشن هو ده بيتضرب ايوه ده بتضربه في كل الموجود عندك ده وده مرفوع اللي هو باور لا انا هتبص شفت بقى الناس بتبدا تجوم الرقم اللي فوق ده هو مودلس بلاستيك كل حاله من حالات الجيل او كل ماتيريال من الماتيريال بتاعت الجيل تحت هو الزد دي اللي تحت بس في التيبل ده هو الزد. تاني عمود ده برضه ده عباره عن مودلس بلاستيك بس بتاعت على حسب الماتيريال بتاعت البني هتلاقيها نفسها بتاعت الجيل ده هي ده
فتح سبت الزد ايه مرة واحدة. بعد كده تحسب ايه ده بعد الرقم ده ده ايه ده هو ده انت بتعامل معايا انت بتعامل معايا ها بص بص مش كل ده لو شيل الهاف اللي موجود عندك هنا كل اللي جوه ده المفروض هيطلع لك يونت بالايد ميجا باسكال خدت الهاف بتاعها الجذر ميجا باسكال الجذر هتضرب في الجذر الميجا باسكال هيديك باسكال تاني اللي انت عايز تحسبه عشان كده 191 اليونت بتاعته سكوير روت للميجا باسكال قولي نرجع للكويشن ايه هات كنت ليه صغيره اكتر ليه في اللي هي دي الدياتور ده بتاع البينيون التاكي هنروح بعد كده يا شباب للرقم او للكولستر اللي هو زد اي تمام مكتوب عندك زد اي ولا زد اكس سي مكتوب عندك زد اي تمام بس الناس مكتوب عندك زد اكس سي تعدلها زد اي اقل منه بس البصمه زد اي ده عباره عن هو هو نفسه اللي كنا احنا بنحسبه هناك ال y z ده جيومتري فاكتور بس في حاله الكونتاكت بنقول عليه البيتنج ريزيستنس جيومتري زد اي ليه برضه فيجر الفيجر بيتحسب منه شبه التاني بالظبط هتلاقي الفيجر اللي بعده تقريبا الفيجر رقم تلاقيه بعده رقم 2 اللي هو ايه زد اي ده 3 الثاني كان 2 ده 3 2 ده كان y n 3 هو زد اي او زد ان نعم لا اسمه دخلنا تحت زد ايه لا زد اي يا شباب ليه المعادله بتاعته اللي هي عباره عن ايه هتلاقيها موجوده عندك في صفحه كام هتلاقيها موجوده عندك في صفحه 2 4 هتدخل في الزد اي هتلاقيها فانكشن في الفاي تي 3 2 4 والام جي تمام هتلاقيها كوزاين فاي تي في الساين فاي تي على الاثنين مضروب في الام جي اللي هي الفيلوستي ريشيو على البروست ريشيو او الجير ريشيو بلس او نيجاتيف واحد بلس ده لو كان الجير مع بعض اكسترنالي مش بالمنظر ده اما لو كان انترنالي مش يعني مع شايين مع بعض من الداخل فبنحط النيجاتيف تمام اما بوزيتيف لو كان اكسترنالي مش ونيجاتيف لو كان انترنالي مش طبعا معظم الحالات من بره تمام يعني اكسترنالي والفاي هي ترانسفيرس عشان لما ناخدها بعد كده الترانسفيرس بريشر انجل طبعا هنا لو كان عطاها خلاص رقم من الثلاثة مش عطيها انت بتفرضها كام زي ما قلنا قبل كده 20 ده بالنسبة للزد ار الزد ار ده حاجة اسمها السيرفيس كونديشن ده يا اما يديك يقول لك هو بكام يا اما انت بتفرض ان هو بواحد سيرفيس كونديشن فاكتور يا اما بتفرض ان هو بواحد يا اما هو يديك هو بكام الفاي تي او الفاي ان واي هنا هتفرضها ب 20 لو ما كانش عاطينا كده حسبنا الزد ار والزد اي والزد اي خلاص كده بالنسبه للكونتاكت ستريس مفيش اي مشكله بالنسبه بعد كده الاول زي ما قلنا هنا اللي انت عندك فيه ايديال ستريس في هنا برده ايديال كونتاكت ستريس عند برده 10 في 7 وعند ريليابيلتي 99 10 في 7 سايكل وعند ريليابيلتي 99% تمام ده برضه هتلاقي ليه اثنين تيبلز على حسب ده ستيل ولا ايرن او برونز هتلاقي الاثنين تيبلز اللي بعد 3 و4 اللي هم كام 7 و8 ده عدى الريليابيلتي كمان بعده هتلاقي تيبل 7 و8 موجودين عندنا تمام المفروض كان في القديم السنه فاتت 6 و7 طبعا السنه دي هتدخل برضه على حسب الزد اي في 7 تيبل 7 و8 عندك
هتدخل وبرده هنا لو ما قالش هتستخدم ثرو هارد بالماتيريال ده برده بيتحسب مرتين مره على الماتيريال بتاعت الجير ومره الماتيريال بتاعت البن خلي بالك ان هنا فيجر 14/5 برده ده مش موجود عندنا في نفس الصفحه اللي احنا قلنا هناك فيها فيجر 14/2 هحط لك فيها فيجر 14/5 برده تدخل بالاتش بي مع الجريد وتروح تعوض في الايكويشن او تجيب من على التيبل اللي عندك قيمه الفاكتور بتاعك اللي هو سيجما اف او سيجما اتش سيجما اتش بي زد ان اللي احنا قلنا عليه من شويه موجود في فيجر شبه واي ان قبل كده هتلاقيه بعد على طول في الفيجر رقم كام عندك زد ان هتلاقي فيجر رقم 3 شوف صفحه كام 22 هتلاقيه برضو خطين خط تحت وخط فوق تمام غالبا الخط الداش ده اللي هو النيترويد يعني ما بيجيش عليه حاجه فدايما احنا هنستخدم خط الا طبعا لو قال حاجه تمام هتدخل برضو بالنمبر اوف نود سايكل بتاعه البنيون هتروح تجيب الزد ان بتاعه البنيون هتروح من الفلوست ريشيو او من الجير ريشيو تجيب نمبر اوف سايكلز للجير هتروح تجيب منها ايه الزد ان بتاعت الجيل يبقى ده بيتحسب كام مره الزد ان مرتين مره للجيل ومره للبيل اخيرا الهاردنس ريشيو فاكتور اللي هو الزد دبليو الزد دبليو ده برده بيتحسب مرتين ايوه او مش بيتحسب هو ليه قيمتين لو انت بتحسب على البليون بتفرده بواحد قيمته بواحد طب لو بتحسب على الجير هتروح للفيجر رقم 4 عندك هتلاقي فيه حساب الزد دبليو اللي هو الهاردنس ريشيو فاكتور فيجر 4 صح هتلاقي الفيجر اللي موجود عندك ده عباره عن كذا خط كده ورا بعض هتلاقي الفيجر الموجود عندك ده كذا خط ورا بعض على حسب التريد الهاردنس بتاعت البينيون على الجير وهتدخل تحت بالجير ريشيو يعني هتطلع من تحت بالام جي الجير ريشيو هتقطع هنا واحد من دول على حسب قيمه البريد الهاردنس بتاعت البينيون على البريد الهاردنس بتاعت الجير هتقسم الاثنين على بعض وتدخل تجيب انهي واحد فيهم هتشتغل بيه او حتى لو موجود في النص لو قيمه موجوده في النص هتقطع تحت الخط اللي انت طالع بالفيلوسيتي ريشيو هتروح منها تحسب قيمة الزد دبليو بتاعت ايه؟ بليون ولا جيل؟ جيل، لأن البليون هو واحد. طب لو أنت فرضت أو طلعت معاك البريل هاردنس بتاعت البليون على الجيل بأقل من 1.2 قولها 1.2 هتستخدم أنهي واحد؟ هل هتعمل خط تحت الطول دي ولا لأ؟ هو قايل لك في الفيبر إنك تروح تستخدم أو هتفرضها بواحد. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن مفيش فرق ما بين البريل هاردنس كبير للبليون والجيل. فعشان كده زي ما استخدمنا الزد دبليو بواحد للبينيون برضه هيكون بواحد للجير مفيش اختلاف تمام كده تقريبا طبعا الواي سيتا والواي زد حسبناهم زي هنا بالظبط الريليابيلتي فاكتور نفس الكلام الواي سيتا تمبريتشر فاكتور هنعرف من هنا برضه نحسب الكلام ده مرتين كل اللي انا عامل عليه دوتد ده بيتحسب مرتين مره للجير ومره للبينيون في الاخر هتحسب مرتين اس اتش مرتين اس اف ومنهم كلهم هتاخد اقل فاكتور ستة. انا عارف الموضوع رخم انا نفسي يعني ما بحبش ادرس الماده دي يعني الماده دي عباره طول السنه عن تيبل تروح كذا تعمل كذا طلع غلطه في كذا تعمل كذا وهكذا ماشي طول السنه على الكلام ده ف هندسه استحملوني يعني النهارده كده خلاص الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنبدا المسائل على الاسفير دي الاهم يعني هنتعامل ازاي مع المسائل وايه اللي ممكن يفيدك وايه اللي ممكن يطور هندسه صور طه ما انزلنا عليك القران لتشقى